بين الدمار في خان يونس صالة رياضية غير مألوفة في الهواء الطلق. صاحب هذه الفكرة عدلي العصار جمع ما تبقى من معدات من صالته الرياضية التي دمرها القصف الإسرائيلي، وقرر بناء هذا النادي ليواصل شغفه. انقصفت الأجهزة تحت الركام لاحتياج الماس للمنطقة ولشبابنا ولأطفالنا لتفريغ حالة الكبت وتفريغ حالة يعني السلوك السلبي والشعور السلبي لدى كل من الرياضيين. اتجهت إلى المكان وحفرت بيدي وبيد أبنائي وأصدقائي حتى تمكننا من انتشال بعض الأجهزة. الصالة الرياضية تحولت إلى متنفس للشباب والأطفال لتفريغ الغضب والطاقة السلبية الناجمة عن الحرب. يقضون فيها وقتهم، يتدربون على استخدام الآلات، ويقابلون شباناً آخرين يعيشون نفس ظروفهم. نيجي هان والمستقبل كله طبعاً ما فيش مستقبل، فيش حياة بالمرة. بنيجي هان عند في النادي هذا بس عشان نطلع الغل اللي فينا.